سلم من خوسيه سالافرانكا تقرير البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات، والنائب بطرس حرب أجرى اتصالا بالرئيس السنيورة لمتابعة نتائج الأضرار الفادحة جراء الأمطار في قضاء البترون. رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة تسلم من رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي خوسيه سالافرانكا تقريرا عن مراقبة الانتخابات النيابية التي جرت في حزيران الماضي في حضور سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان باتريك لوران وسفير إسبانيا في لبنان، كما عرض أوضاع المخيمات الفلسطينية وملف إعادة إعمار مخيم النهر البارد مع السفير الفلسطيني في لبنان عباس زكي. وفي السراي أيضا الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء يحيى رعد الذي أطلع الرئيس السنيورة على الأضرار الناتجة عن السيول جراء الأمطار والعواصف. الوزير وائل أبو فعور اعتبر أن